قام طبقنا طاجن باللحم مع خضرة. خلينا نشوف الطريقة مع بعض. طلع معنا بهذا الشكل. أول شي رح نتبل اللحم. أنا جبت تقريبا كيلو لحم غنم، رح نحط له البهارات، ملعقة كمون صغيرة، نص ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة كبيرة بابريكا، ملعقة كبيرة كزبرة يابسة، وملعقة صغيرة ملح، وراح أحط عليهم تقريبا شي ربع كوب زيت زيتون أو أقل شوي. بنحرك البهارات مع بعض، وهلأ بنضيف اللحمة. هيك اللحمة صارت جاهزة، خلينا نحضر المرق. وهلا بنفس الجهد رح نحضر المرق كرمال نخفف جلي. رح نزيد تقريبا نص كوب صلصة طماطم، ملعقة ملح صغيرة، رشة بهار أسود، رح نزيد عليها مكعب ماجي خضرة، ورح نزيد عليها تقريبا بمعدل كوب مي. هيك الصوص بيكون جاهز. خلينا نحضر الطاجن. جبنا وعاء فخار كبير، انا كنت محضر الخضرة. رح نبلش نزيد اول شي بالكعب البطاطا والباذنجان، ونزيد عليهم البصل. رح ازيد الثوم عليهم مثل ما هو 5 حبات، ورح ازيد فليفلة حمراء وكم حبة بندورة كرزية، وفيها نستخدم البندورة العادية. هلا رح نضيف الصوص. وبالآخر رح نزيد اللحمة. هي رح نغطيها بورقة زبدة. ونرجع بورق ألمنيوم. وهلا رح نحطها بالفرن تقريبا ساعتين على درجة حرارة 200، ونشوفكم بعد ما تستوي.